هذه رسالة من الحرس الثوري الإيراني، أبق على اتصال للحصول على معلومات مهمة لبقائك وبقاء أسرتك. حال الطوارئ، 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 حال الطوارئ. هذا اختبار للنظام الإنذار في حالات الطوارئ. لا توجد حالة طوارئ فعلية. أبق هادئا. لا يلزم اتخاذ إجراء فوري. I hope you've enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and share this video with all your friends, and perhaps consider subscribing to my channel. Thank you, and I'll see you next time.